ف وطبعا امام حضراتكم صوره لشكوى النادي الاهلي، طبعا مش مكتوب تقدم بها النادي الاهلي، وهو مكتوب اهو تاريخ الشكوى، انا مش شايف الحقيقه، فمكتوب تاريخ الشكوى تحت يوم 5/1، وده التاريخ اللي ايه اللي مجلس اداره النادي الاهلي ارسل فيه خطاب رسمي او شكوى رسميه لاتحاد كره القدم يوم 5، يعني يوم 4 ده اللي هو كان يوم الجمعه، يوم 4 كان الموضوع ده بتاع عبد الله السعيد وتم قيده يوم 4 الصبح او الظهر، انا فاكر قبل المباراه اللي كانت اول حلقه لينا، وتاني يوم كان يوم 5 الورقه موجوده اهي، لان في بعض بقى وده اللي بيزعل الواحد، يمكن ما يعرفش، ما تعرفش بقى ما تطلعش تقول اي كلام، ما تطلعش تقول اي كلام، حد من اعضاء مجلس اداره اتحاد كره بيقول لك ايه؟ يقول لك اصل النادي الاهلي لم يتقدم بشكوى، اذا كنت حضرتك ما تعرفش فمن فضلك ما تقولش. اذا كنت حضرتك ما تعرفش فمن فضلك ما تقولش. حاجه غريبه جدا وحاجات غريبه جدا الواحد بيسمعها وبيشوفها. اذا كنت حضرتك عضو مجلس اداره في اتحاد كره القدم وما تعرفش ان النادي الاهلي تقدم بشكوى يوم 4 او يوم 5 انا اسف، خلاص بقى انت حر، قدم استقالتك، اعمل اي حاجه، بس ما تطلعش تقول يا جماعه النادي الاهلي ما قدمش شكوى. ده كلام مش منطقي، لان انت ما تعرفش حاجه. والمفروض ان اعضاء ما اعرفش بقى المفروض ولا مش المفروض، لان في حاجات بتبقى مجموعه بتعرفها والمجموعه الاخرى ما بتعرفهاش، يعني والكل يعلم هذا الموضوع تماما. لكن طيب عموما خلينا احنا نتكلم في هذا الموضوع.